كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. أما الآية الأولى، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ينعق يعني يصيح، فهذا مثال للكافرين عندما يدعوهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان. مثل المشركين في دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم كمثل البهائم عندما يدعوهم راعيها، فهي لا تسمع إلا دعاء ونداء، ما تفهم من الخطاب شيئاً. الشاة، الإبل، البقرة، عندما يكلمها الإنسان، يصرخ فيها الإنسان، ينادي عليها الإنسان، لا تفهم إلا دعاء ونداء صراخا. ذلك لأن المشركين صم بكم عمي لأنهم لا يعقلون. فمثل المشركين عندما يدعوهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمثل البهائم عندما يدعوها صاحبها فلا تفهم شيئا. هذا معنى لهذه الآية. وهناك معنى آخر، مثل الذين كفروا في دعائهم لأصنامهم، في دعوتهم لأصنامهم، عندما يسألون هبل وعندما يسألون اللات، كمثل الذي يصيح على إبله وهو لا يراها، فيرتد عليه صوت صداه فيسمع دعاء ونداء. إذا صرخ هذا الراعي تاهت منه إبله، تاهت منه شياه، فراح ينادي في الوادي فيرتد عليه الصدى. كمثل الذي لا ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فيرتد صدى صوته إليه. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهذا المثل المفسرون قالوا له وجهان: إما هو مثل المشركين والكافرين في دعائهم الأصنام، كمثل الذي يصرخ فيرتد عليه صوته، الأصنام لا تجيبه، والأصنام لا تلبيه، والأصنام لا تقضي له حاجاته. وإما هو مثل المشركين عندما يدعوهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يستجيبون إلا كما تستجيب الأنعام لراعيها ولا تفهم عليه شيئاً. أحياناً يا أخوان، هذا وصف للمشركين ووصف للكافرين، لكن أحياناً يبتلى بعض المؤمنين بموت القلب أو بمرض القلب، حتى إذا حدثه من يحدثه عن بر الوالدين لا يستجيب، يكون هو عاق لوالديه، مؤذ لوالديه، يسمع كلاماً عن العقوق كأنه لا يفهم شيئاً، كأن في أذنيه وقراً في سدادات، كأن على القلب غشاءً، كأن على القلب ختماً طبعاً راناً. يجلس في مجالس العلم أحياناً، يجلس في مجالس خطبة الجمعة، ويكون الخطيب عم يحكي عن بر الوالدين وهو من أعق الخلق،
والله جاءتني أم تبكي من كل قلبها، ابنها يؤذيها إيذاء يتفنن في أذيتها. الغريب يا إخوان بأن هذا الابن يصلي الجمعة، وبلا ريب بلا ريب أنه سمع خطابا مرارا وتكرارا عمن يدعوه إلى بر الوالدين وهجر العقوق، بس فيما يبدو بأن في الأذن وقرا، صم بكم عمي، لا يسمع، لا يحسن النطق، لا يبصر، بحيث هو بيحضر الخطبة ويصلي الركعتين ويمضي بس لا يفهم شيئا. هذا حال المشركين، هذا حال الكافرين، مثل الذين كفروا عندما كان يخاطبهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يفهمون، لا يفهمون من كلامه إلا الصوت الذي تفهمه الدابة إذا نادى عليها صاحبها. أحيانا إنسان معتد على أموال غيره، معتدي حقيقة، هو بيعرف نفسه بأنه معتدي، وآكل لمال جاره، آكل لمال أخيه، آكل لمال شريكه، بيحضر في درس، بيحضر في خطبة جمعة، بيحضر في موعظة، فيسمع المتكلم بأنه يتكلم عن المال الحرام وأذية المال الحرام وهلكة آكل مال الحرام، ولعله يهز برأسه بس يخرج من المجلس ولا يفعل شيئا. مثله كمثل الدابة عندما سمعت كلام راعيها، ما تفهم شيئا إلا دعاء ونداء، صراخ. هو المتوقع إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بيطلع من الدرس مباشرة برد الحق لأهله، مباشرة بلاقي طريقة أن يصل أمه، مباشرة بلاقي طريقة أن يسترضي أباه، لكن ألا يفعل. يا إخوان هذا واحد من أفعال أو صفات الذين كفروا، من صفات المشركين، يخشى على المؤمن لا سمح الله أن يذهب بهذا الاتجاه. لماذا يحدث مع المؤمن هذه الفعلة؟ يسمع الموعظة فلا يتعظ، يسمع الخطاب فلا يفهم، يسمع آيات الله تتلى عليه يولي معرضاً. لماذا يحدث هذا؟ السبب لأن هذا القرآن محله القلب ومستودعه القلب ومستقره القلب، فإذا كان القلب مغلق عليه ما عاد بيعلى شيء. مرة كنا في مجلس ذكرين، فأستاذ المجلس تكلم لنا بكلمة ما زلت أحفظها من 10 سنوات أو 15 سنة. قال: يا أيها الإخوة، ونحن جالسون في الذكر كان حالنا، حال الجالسين، في قلوبنا بعض القلوب كانت كالإسفنج إذا وضعته في الماء، كيف يغب الماء، هكذا كانت أنوار الذكر تنزل تترى، فبعض القلوب مثل الإسفنج تغب هذا النور، لكن بعض القلوب كجدار من الشمع إذا سلطت عليه الماء. هذا الجدار إذا كان عليه شمع وسلطت عليه الماء، قديش يأخذ من الماء؟ صفر. ففي قلوب مغلق عليها، لذلك إذا نزل النور بلاقي مسكر. طبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، مسكر مغلق بحيث هذا النور لا يدخل أبدا. يا إخوان يا شباب يا رجال، احذروا أن يغلق على قلوبكم، أن يختم على قلوبكم، أن يطبع على قلوبكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنباً نكتت في قلبه نكتة سوداء. قلبك أبيض يتلقى الأنوار ويتلقى القرآن ويفهم عن الله عز وجل أوامره. الآن إذا أذنب العبد ذنباً نكتت في قلبه نكتة سوداء، نقطة سوداء. فإن استغفر وتاب ونزع، يعني طلع من الذنب واستغفر يا رب دخيلك ما تأخذني، صقل قلبه، محت النقطة السوداء. بس هلأ إذا ما عمل هيك، قال: وإن عاد إلى الذنب، رد ثاني يوم ساوى ذنب، زيد فيها، رد نقطة ثانية، ما في توبة، عاد نقطة ثالثة، نقطة رابعة، نقطة خامسة، قال: حتى تعلو قلبه. القلب كان أبيض، لكن ذنب 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 ذنب، بعد سنة، بعد 6 أشهر، بعد 4 أشهر، صار كله أسود. حتى تعلو قلبه
وهو الران الذي ذكره الله تعالى في قرآنه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هن حطوا لوح شمع على قلوبهم، صارت الأنوار تسلط على القلب تسقط، صار القرآن يتلى على القلب ما عاد يفهم شيئا، بس بيسمع في واحد عم بيعيط هون، في واحد عم يحكي هون ما بعرف شو عم يحكي، بس حكى يعني حكى. حضرت بالخطبة؟ إيه حضرت. عن شو حكى الخطيب؟ والله ما بعرف يعني حكى شو بده يحكي عن هالدين. يعني أنت شو فهمت؟ والله ما بعرف، ما فهمت. وحقيقة هو بيطلع ما له فهمان ولا له عرفان. الله يسترنا يا أخوان ما يكون هذا القلب عليه غلاف، عليه طبع، عليه ران، فيه قسوة، فيه شدة. لماذا يحدث هذه القسوة والشدة والغلاف والران حتى لا يفهم عن الله عز وجل أوامره؟ الذنوب والمعاصي من دون توبة. اثنين، صحبة قساة القلوب، صحبة أصحاب القلوب المطبوع عليها، صحبة أصحاب القلوب المختوم عليها. لأن عدو القلب إلى القلب أسرع من عدو الجسد إلى الجسد، عدو الروح إلى الروح أسرع من عدو الجسد إلى الجسد. إذا كان جلساء قلوب مغلق عليها سوداء، هدوم بدهم يؤذوك في قلبك. لماذا يطبع يختم على القلب بحيث ما عاد يفهم أوامر الله؟ صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لأنه في ذنوب ومعاصي من دون توبة، لأنه في صحبة أمراض القلوب. لأنه ثلاثة، فيه غفلة عن ذكر الله تعالى. ما في ذكر، ما في أوراد، ما في تلاوة قرآن، ما في صلاة من الليل، ما في صيام، ما في صدقات، كله شهوات وكله بحث عن المباحات وكله بحث عن المكاسب. يا أخي تعال احضر مجلس ذكر، مالي فاضي. مجلس علم، مالي فاضي. تعال يا أخي نصوم بكرة، تعبان عندي شغل. يا أخي صدق لك بصدقة، مو وقت الصدقات هلأ. تعال نساعد فلان، أخي هلأ كل واحد يدبر حاله. ما في أعمال صالحات، لأن هذه الأعمال الصالحات هي التي تنير القلب، هي تحافظ على نمو بذرة الإيمان في القلب. تعال اذكر الله يا أخي في كل يوم، هلأ مو وقت هذا الذكر، عندي أشغال خير الله. إذن الذنوب والمعاصي من دون توبة، صحبة قساة القلوب ومن ختم على قلبه وطبع على قلبه، والغفلة عن ذكر الله تعالى وعن الطاعات، هذه تجعل القلب لا يفهم عن الله أوامره. وهذه واحدة من صفات الكافرين. مثل الذين كفروا عندما يدعوهم محمد صلى الله عليه وسلم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، ما بيفهم شيء، كالراعي ينادي على الدواب، على البهائم، على الإبل، إلا دعاء ونداء، يسمعون صوتا ولا يفهمون الكلمات. صم بكم لا يسمعون، بكم لا ينطقون، عمي لا يرون، فهم لا يعقلون. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، يعني ما ذبح لغير الله تعالى للأصنام. فمن اضطر إلى هذه المحرمات، الميتة والدم ولحم الخنزير، غير باغ يعني في أكله فوق حاجته، بحيث ما أكل إلا الشيء الذي يسد رمقه، ولا عاد غير معتدي بأن يجد الحلال ثم يذهب إلى الحرام، فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذه الآية أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، إعادة أو تكرار للأمر الإلهي الذي جاء قبل آيتين: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هناك قبل آيتين يا أيها الناس، الآن خصص الله الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيب هو ما كان حلالا واستساغه الذوق العربي المعتدل. الطيب هو ما كان حلالا واستساغه الذوق العربي المعتدل. الخبيث ما كان حراما. الخمر خبيث، البيرة خبيث، السرقة خبيثة، الغلول خبيث، الميتة خبيثة، الخنزير خبيث. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، بعد أن عممت الآية الماضية يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا إخوان، بلا ريب للنفقة الحلال أثر في اللحم الذي ينمو بها، للنفقة الحلال أثر
في اللحم الذي ينمو بها. لذلك اجتهدوا يا شباب، اجتهدوا يا رجال، اجتهدنا يا أخوات، لا يدخل جوفك إلا الحلال الصرف. يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. نصيحة يا شباب الذين أنتم ذاهبون الآن إلى العمل، إذا العمل فيه شبهة لا تقرب بنوب، ولو قال لك أناس ماشي الحال أخي يعني هو مو حرام يعني طيف حرام لا تقرب. عدم الدخول في الحرام أسهل بكثير من الدخول فيه والخروج منه. أنا جاءني رجال، وأظن بأنني كررت هذا الكلام، جاءني رجال ابتلوا برزق حرام بمال حرام، صلوا عم يشتغل 10 سنين. والله مرة جاءني رجل قال 30 سنة صلوا عم يشتغل، سمع خطبة كنت في أحد المساجد أتكلم عن المال الحلال والعمل في الحلال والرزق الحلال، اكتشف وهو جالس في الخطبة أنه شغله حرام، فجاء قال لي أستاذ أنا 30 سنة أصلي بشغلي شلون بدي أطلع؟ عدم الدخول إلى الحرام أسهل بكثير من الدخول والخروج منه. فمن أولها يا شباب، يا خريجين التجارة والطب والهندسة والمعلوماتية والحقوق والعلوم والرياضيات وكل الفروع، يا من معك بكالوريا معك تاسع بدك تشتغل صانع زارع خابز طاحن، من أوله عمل فيه شبهة لا تقرب. وهلأ ستشاهدون الحلال واسع جدا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، الآية الثانية بتقول إنما حرم عليكم هالأربعة، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، الباقي كله حلال. الله أكبر. يا أخوان كم اختصاص جامعي الآن فيه؟ الآن بكرة طلاب بكالوريا بدون يسجلوا مفاضلات بعد أيام، كم اختصاص جامعي موجود؟ عشرات الاختصاصات الجامعية. كم فرصة عمل موجودة لدى الناس؟ الآن هلأ نحن اللي قاعدين هون 500,000، لو نسأل كل واحد منلاقي شغلته غير الثاني. في 1,000، 10,000، 100,000، 1,000,000 فرصة للحلال، والمحرمات معدودات، هذه الأربعة وشيء يتصل بها. يعني الحرام ضيق والحلال واسع، لا تروح تترك كل ساحة الحلال الواسع وتحشر أنفك في الحرام الضيق، ثم بعد حين تقول يا أخي شو بدي أعمل، كيف بدي أطلع أنا، خرج طالعوني ساعدوني إنه أطلع. طيب لماذا حشرت نفسك في هذه المنطقة الضيقة ثم تريد من الآخرين أن يخرجوك؟ من أولها يا شباب لا تذهبوا إلا إلى الحلال الصرف، لأن الله عز وجل ينادي عليكم. أنتم من الذين آمنوا، من الذين آمنوا أنت يعني، الله ينادي عليك يقول يا أيها الذين آمنوا قل له لبيك اللهم لبيك، حاضر يا رب، على رأسي يا رب، تؤمر يا رب، أمرك أمر يا رب، كلوا من طيبات ما رزقناكم. الله يقول ما كلوا من الحلال يا عبادي، كلوا من الحلال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الطيب هو ما كان حلالا. ثم إن في هذا الحلال أشياء لا تستسيغه الذوق العربي السليم. يعني مرات في بعض المأكولات وإن كانت حلالا لكن الذوق السليم هيك لا يستسيغها، فالله عز وجل قال كل من الطيب، أنت في عندك أكلات طيبة لا ترضى تأكل من الأشياء الذوق الذي يأنف عنها وإن كانت حلالا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وبعد أن تأكلوا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ليالكم يا جماعة، الله عم يأمركم الأوامر التي أمرها للأنبياء. شغلي يا أخوان هذا الدين، هذا الإسلام، هذا القرآن بيرفع 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 من شأن المسلم هيك حتى يجعله في مصاف يخاطبك ربك بما خاطب به الأنبياء خيرة البشر. ذكرت لكم مرة يا رجل أنت داخل الصلاة تكلم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أنت بالصلاة تسلم على الملائكة. أي مرات رئيس مخفر شرطة ما بيرضى أنك تسلم عليه، وإذا سلمت عليه ما بيرد، وإذا قلت له يعني هلأ إذا أنت مارق جنب مخفر شرطة وفتل عند الشرطة قلت له والله بس بدي صبح على
رئيس المخفر بفوتك يعني لعنده بيقول لك صبح عليه، بيقول لك روح منهم امشي. تخيل انت بالصلاه بتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عم تسلم على ملائكه السماء والارض، وبعدين لما بتسلم على اليمين بتقول السلام عليكم ورحمه الله. السلام على مين عم تسلم؟ عم تسلم على كل من على يمينك من عباد الله الصالحين، من انس وجن وملائكه كلهم تسلم عليهم. الاسلام يرفعك هيك، يرفع مستواك، يخاطبك القران كما يخاطب الانبياء، يدعوك الى ان تصير في مصاف الملائكه لتكلمها وتسلم عليها. لكن الله عز وجل قال ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. الاسلام بيرفعك، يلي بيتبعوا الشهوات بده ينزلك لتحت، بشدك هيك بده يزحطك يرجعك. الاسلام بيرفعك والملائكه ترفعك، ثم هؤلاء يريدون ان يجذبوك نحو الاسفل. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. لذلك احذر اذا كان لك صديق او كان لك صديقه تدعوك الى الوقوع في الحرام، لانه يريد ان يهبط بك بعد ان رفعك الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. الله امرك مثل ما امر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا ابراهيم، فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم، وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الله قال لهم للرسل كلوا من الطيبات، وإلك قال لك كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يا شباب يا رجال يا أخوات، النفقة إلى أثر جداً في اللحم الذي ينبت بها، فاجتهدوا ألا تأكلوا إلا طيباً، ألا تأكلوا إلا حلالاً. قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال القرآن الكريم إنما حرم عليكم الميتة. مين بيعرف شو أعراب إنما؟ شو أعراب إنما؟ أيوة، هذه اسمها كافة ومكفوفة، إن حرف شباب الفعل والما تكفها عن عملها، وهذه إنما تفيد الحصر. الله عز وجل قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، إطلاق هذا إباحة كل من كل ما في الأرض من الحلال. ثم قال لك المحرمات، إنما حرم عليكم الميتة، ما بصير تأكل ميتة، كل مذبوحا ذبحا شرعيا، إنما حرم عليكم ميتة، والدم يعني الدم المسفوح. نعم، ما بصير واحد يأكل دما مسفوحا. هلا أما قطعة اللحم اللي بنشتريها من عند اللحام، إذا اشترينا شيء من اللحم يبقى في العروق قليل من الدم، نغسله نحن قبل أن نطبخه، بس يبقى بالعروق، هذا مسامح فيه معفو عنه، لكن الدم المسفوح هذا المحرم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، يعني ما ذبح للأصنام، ما ذبح عند أهل المجوس، ما ذبح للنار، ما ذبح ما ذبحه المشركون، وما أهل به لغير الله. الله عز وجل قال مع هيك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أنا الآن يا أخوان سأقف عند كلمة مهمة في هذه الآية، وكل كلماتها مهمة، لكن هذه الكلمة لحاجتنا لها جميعا ولتكرارها. فمن اضطر، شو معناه اضطر؟ في شاب عمره 23 سنة ما له متزوج، يجالس البنات ويخالطهن، بتقول له يا أخي ليش؟ بيقول لك والله أنا مضطر، يعني أنا زواج مالي متزوج، وهلأ مو باين بالأفق زواجاً، يعني أنا هيك عم بتسلى فضفض لي شوي معهم. في شاب بده يشتري جوال حقه 300 ألف ليرة سوري، ما معه، قالوا له في قرض تاخده وبتدفع عليه 2% بس، فقال لك اخي انا والله مضطر، يعني حابب اشتري هذا الجوال، عندي جوال عادي بس حابب اشتري هذا الجوال الثقيل تبع 300، حباخذ قرض من البنك، والله مضطر يعني انا بدي اشتري هذا البنك هذا الجوال. هذا هو الاضطرار. ما معنى مضطر؟ ما معنى ضروره؟ انا قلت لكم مره يا اخوان واكررها، الدكتور وهب الزحيلي عليه رحمه الله
أعد رسالة دكتوراه لنفسه، يعني كانت رسالة الدكتوراه التي قدمها في الفقه وأصول الفقه معنى كلمة الضرورة. شو معنات اضطر؟ شو معنات أنا مضطر؟ شو معنات ضرورة؟ الكتاب شي 360 صفحة، بس شو معنات ضرورة؟ فكلمة ضرورة فمن اضطر هذه كلمة اصطلاحية قرآنية وفقهية وتشريعية وقانونية. بقى مو كل واحد على كيفه بيقول أنا ضرورة. حنشوف هلأ شو معنات ضرورة. الضرورة بالتعريف، شو معنات أنا مضطر؟ فمن اضطر، شو يعني اضطر؟ إنه أخي أنا في عندي ضرورة. شو الضرورة بالشريعة؟ الضرورة بالتعريف أن يبلغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب. واحد في قدامه بعيد من هون مثلاً في كاسة خمر، عطيش وشوب كثير، بيصير يشرب؟ لا. لكن إذا كاد أن يهلك حيموت، أو يتلف منه عضوان وما في ولا شيء أمامه يستطيع أن يروي فيه شيء من ظمئه إلا هذا الكأس، هنا كانت الضرورة. الضرورة أن يبلغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع يعني المحرم هلك أو قارب. أو بتعريف آخر، هي نزول حالة من الخطر بالإنسان، أو المشقة الشديدة، في خطر حيموت، أو المشقة الشديدة في نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه أو عقله. إذن في حالة هلاك أو اقتراب من الهلاك. شروط الضرورة خمسة. واحد، أن تكون الضرورة ملجئة. ملجئة يعني فعلا حيموت. قالوا إنه من غص في لقمة، واحد عم يأكل تشردأ علقة اللقمة هون بحلقه، ولم يجد ما يسيغها يمررها إلا كأس خمر أمامه، نسأل الله السلامة. قال هذا يجوز له أن يأخذ بس بمقدار ما يمرر هذه اللقمة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، باغ مو بيضل بيشرب قد ما بده، واحد ماشي في الصحراء انقطع من الطعام والشراب، ما في شيء على الإطلاق أمامه، فوجد ميتة، الميتة حرام، بجوز يأكل من الميتة؟ إذا حيهلك وما في ولا شيء أمامه ليأخذ هذه الطعام، بس فيها الميتة، بيقدر بيأخذ هيك قطعة صغيرة فيشويها ويأكلها، وبيأكل شوي. فمن اضطر غير باغٍ، مو بيضلوا بيحط صفرة ومو بيساوي لي كم سيخ كباب وكم سيخ مشاوي، يأخذ بس لقمة لقمتين لبين ما يوصل لشي بلدة لشي قرية يدبر حاله. إذن واحد، أن تكون الضرورة ملجئةً، مو والله أخي يعني أنا بتعب بس شوي، بتضايق بس شوي، بتضايق شوي بدك تتحمل، أما إذا كانت تهلك منها هنا يجوز لك. واحد، أن تكون ضرورة ملجئة. اثنين، أن تكون قائمة لا متوقعة. شو يعني؟ في واحد عنده ابن، هذا الابن الأب عم بيقول أنا هالولد خايف عليه في مستقبله، فعم يجي على بالي مشان ما يحتاج حدا بآخرته أو بس يكبر، حبحط له بمصرف التسليف الشعبي، حبحط له بالبنك شوية هيك مال، وكل شوي بزودهم، وهنين بيعطونا فوائد ربوية، من هون ليصير عمره ابني 20 سنة بيكون يعني جمع هالمال قديش مثلاً 500,000 700,000، ومع الفوائد البنكية كمان بيصيروا لهم شي 1.5 مليون مثلاً، بيكبر بلاقيهم هذا ابني، بركي بشبابه تعرض لحاجة. هذه ليست ضرورة، لابد أن تكون الضرورة قائمة لا متوقعة، أنه أنا بجوز هيك يصير مع ابني، ابنك بيروح بكرة بيشتغل والله بيفتح عليه. فشروط الضرورة والاضطرار خمسة. واحد، أن تكون الضرورة ملجئة. اثنين، أن تكون قائمة لا متوقعة. ثلاثة، عدم وجود وسيلة مباحة لدفع الضرر. يعني أنا إذا في كاسة هون خمر بس في كاسة مي جنبها، ما بياخذ كاسة الخمر. في عمل بمكان بس في رشاوة، وفي عمل حر بدون رشاوة، ما يروح والله أخي شو مضطر دي طعمي هالولاد زيك أنا حبتوظف، يعني هو صح المعاش قليل 40,000 فرقة سورية بس بيطلع لي براني هيك هيك، يعني بيصيروا شي 150، يروح اشتغل شغل حر وبتقبض 150، بتقبض 100.
الشرط الثالث عدم وجود وسيلة مباحة لدفع الضرر. الشرط الرابع الاقتصار في دفع الضرر على الحد الأدنى من المحظور، يعني بتاخذ من المحظور هيك بالمقدار اللي أنت مضطر عليه بحيث تنفي عن نفسك الضرر والهلكة. خامساً ألا يكون هذا المحظور هو القتل أو الزنا أو الكفر. القتل أن يقتل الإنسان غيره لا يحل بشيء ولا يجوز بشيء، ما بصير. يعني هلا إذا واحد قال له للثاني، قال له شوف يا بتقتل فلان يا أنا بقتلك، ما بصير يقول والله مضطر، شو بدي أعمل لك؟ لك حيقتلني إذا ما بقتل، لذلك أنا حبقتله. القتل لا يباح ولا بحالة من الحالات، والزنا لا يباح. قال له يا هلا بتزني ويا أما أنا بدي أقتلك، كمان الزنا لا يباح. والكفر لا يباح. النطق بكلمة الكفر النطق بس قلبه مطمئن بالإيمان يجوز، أما أن يكفر بقلبه لا يجوز. إذن هذه يا إخوان شروط الضرورة الخمسة. فمن اضطر، يعني فمن وصل إلى حالة وصل فيها إلى الهلاك أو قارب، وبدها تكون الضرورة ملجئة، وبدها تكون الضرورة قائمة غير متوقعة، وبده ما يجد ولا وسيلة مباحة لدفع هذا الحرج، وبده يأخذ بمقدار هيك شيء صغير بس ينفع يرفع عن نفسه الهلكة، وبده أن لا يكون هذا المحظور هو القتل أو الزنا أو الكفر. هذا معنات أنا مضطر. هلأ يعني ما بحق هذه الأمور ما له مضطر، وبالتالي إذا راح أكل من الحرام، راح أخذ من الحرام، بيكون خالف رب العالمين. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فمن اضطر، يعني تحققت فيه هذه الخمسة، غير باغ في أكله فوق حاجته، ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. أيها الإخوة، الحديث عن الحلال والحرام حديث واسع، بس اجهدوا واجتهدوا ألا ينال جوفكم إلا الحلال، وإن في الحلال مندوحة عن الحرام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله.